فاز النائب أحمد السلوم بمنصب نائب رئيس الجمعية البرلمانية الآسيوية، وذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للجمعية والمنعقد حاليا في تركيا ضمن مشاركة وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في الاجتماع. كما نال النائب أحمد السلوم منصب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالجمعية الآسيوية، ويضم وفد الشعبة البرلمانية البحرينية المشاركة الدكتور عبد العزيز أبل عضو مجلس الشورى. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من مدينة ريزا التركية النائب أحمد السلوم رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب. مساء الخير سعادة النائب، وبداية يعني ماذا يشكل لكم الفوز بمنصب رئيس الجمعية البرلمانية الآسيوية وأهميته بالنسبة لمملكة البحرين، كيف تنظرون إلى ذلك؟ مساء الخير، وأولا أود تشكركم على هذه الفرصة الطيبة. وقبل ما نبدأ بالتفاصيل يعني في نقطة بس بغيت أوضحها، أنه طبعا هذا الفوز وهذه الجهود كلها سياسة جهود سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بدعم من سمو رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان وسمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين. هذه الجهود كلها هي اللي خلت سمعة البحرين تكون دائما سباقة، يعني قبل ما نوصل سمعة البحرين موجودة، فنترشح حق أي منصب نحصل الدعم من هذه الدول. فطبعا يعني كذلك ما ابغى انسى دور رئيسة مجلس النواب معالي الرئيسة فوزية بن عبد الله زينل، هي كان لها الدور الاهم في دعم ترشحنا في هذا المنصب، وهي كانت تحث من بداية يعني المشاركة ان احنا يعني يجب ان في هذا النوع من المحافل نكون لنا وجود يكون لنا دور. طبعا اللي صار ان احنا كان في منصب حق نائب الرئيس ورئيس اللجنة المالية في الجمعية الآسيوية البرلمانية، احنا تقدمنا بترشح بصفتي الشخصية ممثلة عن البحرين، وكان تقريبا عدد الدول 15 دولة، والحمد لله رب العالمين يعني فزنا بهذا المركز، والحين احنا يعني صرنا نائب الرئيس الجمعية الآسيوية البرلمانية وكذلك نترأس اللجنة المالية. طبعا هذا الموقع بيكون له أهمية كبيرة، يعني راح يعطي البحرين ثقل أكثر، وراح يأكد ووثق يعني ثقة العالم في البحرين من ناحية خصوصا في الأمور المالية والاقتصادية، اللي احنا البحرين يعني دائما سباقين وعندنا مراكز متطورة فيها الحمد لله رب العالمين. فهذا المركز يعني يعطينا نستفيد أولا من هذه البرلمانات الآسيوية العريقة، إن هي عدد الدول اللي موجودة في الجمعية تقريبا 43 دولة. راح نستفيد من تجاربها وراح نستفيد من خبراتها، في نفس الوقت هم راح يستفيدون كذلك من خبرات البحرين في الابتكار، وهذه الأمور راح تكون تبادل في الخبرات أكثر من استفادة طرف واحد إن شاء الله. نعم، من مدينة ريزا التركية النائب أحمد السلوم رئيس اللجنة المالية مجلس النواب، شكرا جزيلا لك.